طبعا عايزين بقى نشوف الريندر. طب عايزين تشوفوا الريندر النهائي مرة واحدة ولا نمشيها خطوات ونجرب لغاية ما نوصل للي أنا عايزه؟ تمام جميل. طيب احنا هنفضل على الاعدادات دي ونقوم عاملين الريندر مره واحده، طبعا هيطلع اسود. ايه رايكم في الريندر ده؟ ادي شكل، ماشي، ادي شكل، خلاص. طيب بس الشكل ده ما ينفعش، يعني انا لو عملت ريندر كده بالمنظر ده كده ورندرت في البيكتشر فيور، خلاص جميل، ولو شفته اي حد شاف يقول لك ده جميل وزي الفل و100 100، صح. لكن في احسن، وفي احسن بكتير قوي كمان. لو احنا قفلنا ده بقى تمام ورحنا بعد كده للريندر سيتنجز، ومن الريندر سيتنجز اول حاجه هنشط الانتي الياس علشان يعمل لي تنعيم للحواف بتاعه الريندر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ عصام. هاجي على الانتي الياس وبدل ما هو جيومتري هقول له بيست، والفلتر انا يعني ساعات بسيبه ستيل ايمج، بس انا بحب مثلا البليند او السينك او الاريا، بيدوا يعني سموث حلو قوي على الحواف او على الايدجز. فلو حتى الانتي الياس ما كانش كويس، السموث او البلار ده بيعوضه. هروح على اريا، السموثنس هي 50%، مش مشكله، ممكن اخليها 30%. تمام. طيب حد فيكم يفتكر الثريش هولد ده كان بتاع ايه؟ محدش هيفتكر، اقولها. الثريش هولد ده الدقه بتاعه الانتي الياس، طبعا هو هنا 10%، لو قللت هتبقى الدقه بتاعه اعلى، خليها 5 مثلا. تمام. وتعالوا نقفل ونعمل ريندر تاني. ها اعتقد المره دي، اعتقد المره دي الصوره اتنقلت عندكم. ها اوضح بكتير قوي من المره اللي فاتت. تمام. طب تيجوا نقارن، تيجوا نقارن، نقارن. لو انا بالظبط، يعني رفيف قالت ايه؟ كويسه، خلاص كويسه، لسه فيه، يعني انا مش عايز اوصل، مش عايزين نوصل لكلمه كويسه، لا عايزين نوصل لكلمه بيرفكت. تمام. لو انا جيت قارنت بين الاولانيه وبين الثانيه، يا ريت تدققوا بس قوي، خاصه عشان ما تلفوش في الصوره. شفتوا الحتة اللي انا واقف فيها بالماوس دي؟ الحتة اللي انا بتحرك فيها دي، شايفينها؟ الحتة دي كده. دققوا فيها قوي لو انا قارنت بين الاتنين. انا هعمل سيلكت على الصورة الأولانية. شفتوا عاملة ازاي؟ شفتوا الخربشة اللي فيها؟ شفت شكلها عامل ازاي؟ تمام؟ لو انا رجعت للصورة التانية مش هلاقي الخربشة دي. هو ده اللي الانتي الياس عمله بالظبط. مش ده مش حده في الانعكاس، ده تقطيع في اي حافه سواء على خامه او على اوبجكت، هو ده اللي بنسميه الالياس. لكن لو انا عملت سيلكت على الثانيه مفيش، ده بقى الانتي الياس. تمام، اتفقنا كده يا جماعه؟ طيب ادي تاني مرحله نوصل لها مع الخامه دي. طب نقفل ونجم ونشوف هنعمل ايه تاني. لو انا رحت للريندر سيتنجز ومحدش فيكم خد باله من حاجه، محدش فيكم خد باله ان انا مش حاطط اصلا جلوبال الومنيشن. طيب ما تيجوا نحط جلوبال الومنيشن. لو انا رحت الافكت وخدت جلوبال الومنيشن، خلاص
وهنسيبه على الوضع الديفولت بتاعه. خلاص هنسيبه على الديفولت بتاعه زي ما هو كده. هقفل واقوم جاي رايح عامل رندر تاني. طبعا هو هياخد 1 و2 و3 لان انا سايبه على ميديوم. طبعا المفروض هنعمله على اللو بس بعد ما نشوف الفرق او نشوف النتيجه. انا هوقف التسجيل على لما ايه اظن كده الفرق واضح قوي. لو انا جيت عملت حتى 100% تمام الفرق بقى كبير جدا. ولو احنا جينا كمان نقارن، لو احنا قارنا بقى دي كده جلوبال الومينيشن، لو انا قارنت اللي قبلها على طول اللي من شويه اتقال عليها كويسه تمام اظن فرق يودي ورا الشمس. دي اتقال عليها كويسه من شويه، دي فرق تاني خالص تمام، فرق تاني خالص. طيب هل مفيش احسن من كده؟ لا ده لسه لو قفلنا دي تمام، لو قفلنا دي وجينا رحنا لل ال ال الريندر سيتنجز الاول. بس انا عايز اخلي السامبلز عايز اخليها بلو، والدنسيتي عايز اخليها بس بلو علشان بس الدنيا ما تفتحش مننا تمام. عاوز اروح على الجنرال بدل ما هي الجي اي مود ستيل ايمج. على فكره ستيل ايمج هو بيعمل ريندر لاقرب بيكسلز للضوء فبيطلع الصوره زي ما انتم شايفين كويسه وكل حاجه. لكن لو انا اخترت بقى كيو ام سي في الحاله دي انا بستخدم السامبلز. السامبلز ان هو بيعمل ريندر لرينج واسع قوي من الانعكاساته من الضوء. طيب لو انا قلت له الديفيوز ديبس اللي هو عمق، طبعا شرحت الكلام ده كله المحاضره اللي فاتت، اللي فات ولا اللي قبلها مش فاكر، اللي فات ولا قبلها تمام. لو انا خليته مثلا ب3 على سبيل المثال وفي برايمري انتنسيتي ب100% وزودت السكندري انتنسيتي اللي هي الاضاءه تعتبر زي ما تقول الاضاءه المساعده بالظبط كده، الاضاءه المساعده خليتها مثلا 200 خلاص. في نقطه عايز اقولها لكم، الجاما اللي هي الـ 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 الاضاءه العامه خلوها يا 1.8 يا 2.2. على فكره ده الستاندرد بتاع اي برنامج سينما فروضي 11.5، هي مشكلته ان الجاما بتاعته 1 فانا خليها 1.8 تمام ماشي. نخلي دي وليكن 150. تعالوا نقفل كده ونجرب نعمل ريندر تاني نشوف. متهيألي المرة دي أحسن 100 مرة من المرة اللي كانت قبلها، بس مش هقول لكم المرة الأولانية. أنا دلوقتي ده منظر الريندر اللي طلع. لو جينا إيه رأيكم قارن؟ أدي واحدة دي بتاعتنا دلوقتي، دي اللي قبلها اللي كان كله برضو قال عليها رائعة تمام، دي اللي قبلها اللي اتقال عليها كويسه، دي اللي كلكم كنتوا هتسيبوا المحاضره وتمشوا لما شفتوها تمام. يبقى دي واحده، ادي الثانيه بتفعيل الانتي الياس، الثالثه بتفعيل الجي اي مع الديفولت سيتنجز، الرابعه بظبط الجي اي والجاما كوركشن بتاع الريندر تمام. ده بالنسبه للشكل اللي احنا شفناه ده. بالمناسبه
ممكن الجاما دي اخليها 1.2 واخلي الديفيوز ديبس مثلا ده باربعة على سبيل المثال يعني، واجرب اعمل ريندر تاني ونشوف. اعتقد بالمنظر ده او بالشكل اللي انتم شايفينه ده وصلنا لاكتر من نتيجة، اكتر من جودة، تمام. وبالرغم اننا رافعين الاعدادات بتاعت الريندر لدرجة عالية، الا ان الريندر ما هواش بالبطء اللي يخلي الواحد يتقتل، تمام. لا الريندر ماشي كويس جدا وماشي في مداد طبيعي، مدي نتيجة فوق الممتازة، تمام. على عكس اللي بيقوم داخل حاطط رامي اضاءة وشغل اعمل رندر بيلاقي الدنيا بطأت والدنيا خربت عنده، تمام. في كمان حاجة هوريها لكم حالا اهو هتقلل وقت الرندر اقل من كده كمان، تمام. يعني احنا نبص كده او نحسب وقت الرندر للفريم ده، واحنا عندنا شوفوا عندنا كام اوبجكت خلاص، ورافعين اعدادات الجلوبال الومينيشن ومخليينه كمان بالكيو ام سي او بالسامبلينج، وخد معانا دقيقة 32 ثانية تحت اهي، تحت على الشمال دقيقة 32 ثانية. اعتقد انها مش باينة لكم، ولا باينة لكم؟ باينة؟ متهيألي باينة. تمام خلاص، دقيقة 32. طب ما تيجوا نجرب حاجة صغنونة. لو انا رحت قفلت ده ورحت على الريندر سيتنجز ورحت على اوبشنز، من اوبشنز هقلل الري ديبس اللي هو عمق الاشعاع او عمق اشعاع الضوء، هخليه بدل ما هو 5 مثلا هخليه 6. الريفليكشن ديبس اللي هو عدد الانعكاسات على اكتر من جسم، بدل ما هي 5 هخليها 2. الشادو ديبس اللي هو الظلال، ولو ان احنا ما عندناش ظلال، بدل ما هخليها تمشي 15 مرحلة هخليها 6، تمام. لو انا قفلت وجيت اعمل ريندر تاني، تمام، نشوف كده هياخد قد ايه، فرق قد ايه بقى. فرق حوالي 33 ثانية، فرق 33 ثانية في فريم. يعني انت لو بتعمل 100 فريم وخدت فرق في كل فريم 33 ثانية، يعني انت معاك فرق كام في المية فريم؟ 3300 ثانية. يعني فرق مهول ممكن ينزل بوقت الرندر للنص، ينزل بوقت الرندر للنص، تمام. يعني انا ممكن اكون بتكلم نظري كتير، لكن اعتقد المعلومات دي تفرق معاكم لو انتوا بتشتغلوا مشاريع كبيرة. لما تقلل وقت رندرك خلاص من دقيقة 32 ل 59، انت كده ممكن بدل ما تسلم المشروع بتاعك في اسبوع تسلمه في 3 ايام، تمام. ده بالنسبة ليه، بالنسبة ليه ازاي نعمل ريفليكشن زي ده. طيب كده انتهينا من حتة ال HD RI وازاي ان احنا نعمل HD RI. طيب نيجي على الحاجة التانية اللي انا وريتها لكم من شويه، لو احنا قفلنا دي، تمام، وانا هعمل لكم سيف للملف ده بحيث ارفعه لكم برضو، خلاص ارفعه لكم مع المحاضرات ان شاء الله بحيث تنزلوه.
بحيث يبقى مرجع ليك وعايز تطبق ليه تشوف اعدادات مش عارف ايه الكلام ده كله. نيجي بعد كده نعمل نيو او نقفل كلوز لده ونعمل اوتبوت نخليها كده. ربنا يكرمك يا رب. ننزل قبل ما ننزل السفير، انا وريتكم من شويه الصوره دي صح؟ من شويه انتوا شفتوا الصوره دي. الصوره دي اتعمل جواها دي تمام، يعني الصوره اعتقد لسه ما ظهرتش عندكم. تمام، اتعمل جواها دي خلاص اعتقد كده ظهرت. طبعا الخامه هنا واخده زي ما انتم شايفين واخده رياليتي عالي، باين كانها موجوده في البيئه بتاعتها بالظبط بالشادوز بكل حاجه. تمام، طيب الكلام ده اتعمل ازاي؟ اولا يكفي ان انا اقول لكم ان انا ما استخدمتش اي صور علشان اعمل اكساء للمجسم ده، مفيش ولا صوره. دي بالاي او بالامبت اكلوجن فقط لا غير، هو اللي بيدي يعني تحس ان الخامه واخده حاجه يعني طبيعيه، مش طالعه كانها زي ما قلت لكم من شويه طالعه من المغسله لسه واخده فمين محترمين وطالعه بقى بتلمع. تمام، طيب ازاي اقفل بقى دي وافتح سينما؟ هيهمني قوي ان انا يبقى عندي جريد، يهمني قوي ان انا يبقى عندي بقى جريد. اول حاجه هروح انزل باك جراوند، هروح انزل باك جراوند خلفيه، دبل كليك في الماتيريالز ودبل كليك عليها كده، هشيل الكلر واشيل السبيكولر وارجع الكلر تاني، اروح لتكتشر اقول له لود ايمج، من الاخر انا عايز اجيب الصوره اللي فاضيه دي احطها خلفيه للبروجكت بتاعي عشان اعرف اشتغل عليه. تمام، اقفل اخد الصوره دي احطها على الباك جراوند كده، يبقى انا خدت الخلفيه دي كمشروع اسف خدت الصوره دي كخلفيه للمشروع بتاعي. اللي انا عايز اعمله دلوقتي عايز ان انا اخلي الجريد ده على الارض، يعني كانه بالظبط على نفس الانجل بتاع الصوره. التكنيك ده اسمه كاميرا ماتش، اسمه كاميرا ماتشنج ماشي، عشان في اتنين تكنيك فيهم كلمه كاميرا، ثلاثه، في كاميرا تراكنج، كاميرا مابنج، كاميرا ماتشنج، ده كاميرا ماتشنج. تمام، طيب هاجي طبعا بالكاميرا، انا عندي ده كده. بصوا اقول لكم على حاجه، شايفين الخط المقطع ده؟ حد فيكم شايفه؟ اللي هو الخط اللي هو الدوتس ده، الداشز دي شايفينها؟ الداشز دي احنا بنسميها الهورايزون لاين او خط الافق، خط الافق، عشان اضمن ان انا واخد نفس الانجل صح، احاول ان انا اعمل محاذاه لخط الافق ده مع خط الافق بتاع الصوره. طبعا خط الافق اللي هو نقطه تقاطع السماء مع الارض، وعلى فكره حتى لو خط الافق في الصوره مش منتظم، نقي اي حته فيها تقاطع للعالي مع المنخفض يبقى ده هو خط الافق. تمام، طبعا مع الحفاظ على المحاور. هاخد ده كده الاول واعمل بالشكل ده كده لغايه ما اجيبها هنا كده، شفتوا هي كده فين؟ اهي. بعد كده ما تجيش يم دي بقى، يعني دي كده مالكش دعوه بيها، انت بس هتعمل كده اهو وتبدا تتحرك بالبلان بتاعك كده. طبعا بقى تزق لجوه ماشي مفيش مشكله، لبره اللي يريحك، اهم حاجه انك تبدا تتعامل بالبلان بتاعك بالشكل ده كده. وصلت يا جماعه؟ وضحت كده؟ عشان الناس اللي بتوع يعني لو في حد فيكم شغال التكنيك ده او عارفه بيقعد يطلع عينه على ما يظبط الحته دي. تمام، لا انت بص على خط الافق ده اظبطه وبعد كده
ورا وقدام ويمين وشمال، تمام؟ طيب هي فعلا، لا لا لا، هي فعلا مشكله، بس بخط الافق ده بتتظبط، تمام. ممكن كمان ان احنا اخرنا ان انا اظبط مثلا على الشجره اللي هناك دي، يعني لو عملت كده وعملت كده مثلا ممكن اظبط كده سنه بس كده، حلو قوي. اهم حاجه ان انا انقي نقطه افق كويسه اظبط عليها. اجي بعد كده بقى هحط بلان، طبعا البلان ده انا بحطه بس علشان لو في شادوز هتتحط على الارض، بمعنى تاني ان البلان ده نقدر نعتبره اسف نقدر نعتبره خلاص شادو كاتشر، نقدر نعتبره شادو كاتشر او مجرد بس جسم انا هحطه عشان لو حطيت جسم يلاقي حاجة يترمي عليها الظل، ان الجريد ده مش هيستقبل مني ظل. طيب اخد البلين واكبر البلين طبعا على المساحة اللي انا هحط اجسامي عليها بالشكل ده كده، ممكن بالمنظر ده، انا كده شديته كله مش مهم، خلاص ممكن كده بالشكل ده كده كفاية قوي كده. اجي بعد كده هقوم رايح جايب سفير مثلا، سفير طبعا السفير دي هتتحط يا دوبك تبقى خطه في البلين سنه بسيطه، خلاص ممكن تعمل انت سكيل ليها على حسب المشهد بتاعك على حسب اللي انت عايزه، ممكن اقربها عليا انا قوي كده كده مثلا، تمام. بعد كده اهم خطوه، انا لو رندرت بالشكل ده هيبقى وحش قوي اظن طبعا، يعني ما ينفعش ببصله، تمام. طب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ شفتوا الخامه اللي اتحطت على الخلفيه على الباك جراوند؟ نفس الخامه هحطها على البلين، نفس الخامه، بس في بقى حاجه، ان انا هاجي في البلين اقول له رايت كليك سينما فور دي تاج كومبوزيتنج تاج. كومبوزيتنج تاج في اوبشن مهم قوي اسمه كومبوزيتنج باك جراوند، بمعنى انه بيعتبر ان البلان ده جزء من الباك جراوند. خلاص هعلم عليه كده واجي على التكتشر اللي انا لسه حاططها، اخلي البروجيكشن بتاعها مش يو في دبليو ماب، لا اخليه فرونتال. فرونتال معناها ان هو بيكمل خامه الباك جراوند. عشان تشوفوها اكتر بصوا، لو انا عملت ريندر شفتوا ايه اللي حصل دلوقتي؟ البلان ما عادش باين، يعني الخامه اللي عليه كملت مع الخامه بتاعه جراوند باك جراوند الصوره. طيب الحته دي على فكره مش هتترندر، الحتت المقطعه اللي هنا في اليمين والشمال دي، تمام، خلوا بالكم مش تبعنا خالص، يعني ما تقلقوش منها اصلا. هروح للباك جراوند دي خلاص، او هروح لدي واشيل التايلنج عشان اقصها كلها تبقى حته واحده بالمنظر ده كده، تمام، بس عشان الناس ما تتلخبطش. حاضر، هشيل الكومبوزيتنج تاج واشيل كمان الماتيريال دي. اللي حصل ان انا عايز احط نفس خامه الباك جراوند على البلين، في نفس الوقت تنزل على البلين كانها مكمله مع خامه الخلفيه، يعني هي والخلفيه حته واحده، هي والخلفيه حته واحده. لو انا خدت دي حطيتها بالمنظر ده كده وقلبت حتى دي ريفرنتال، تمام، وجيت عملت ريندر ولا حاجه ظهرت، ولا حاجه ظهرت، ولا كاننا حاطين خامه من اساسه. لكن ايه اللي يخليها تظهر؟ لو عملت كليك يمين على البلين وخدت سينما فور دي تاج وخدت كومبوزيتنج تاج ورحت رايح معلم على كومبوزيتنج باك جراوند، بالمنظر ده هيخلي البلين كانه ترانسبيرنت بالظبط، يعني لو عملت كده خلاص، تمام. وضحت ولا لسه؟ تمام ماشي كده، جميل. نيجي بقى على دي ونشيل بس التايل عشان ما يبقاش فيه تايلنج هنا كده، ونزق، لا نزق السفير دي
ورا شويه، تمام بالشكل ده كده. لو انا جيت عملت ريندر مش باين ان هي في المشهد، صح؟ هي الانجل بتاعها مظبوط وكل حاجه. طب عشان نبين بقى انها في المشهد هنشتغل شويه، هنروح للسفير. طبعا انا هعمل شكل عشوائي، تمام. هزود بس السيجمنتس شويه، ماشي. وهعمل اضغط سي من الكيبورد علشان اخلي دي اديتابل اوبجكت، واروح اخد الفيسز واعمل كنترول اي عشان اسلكت كل الفيسز دي. بعد كده اضغط حرف الفي عشان يجيب لي القايمه او التولز بتاعتي. اروح لاستراكشر، ومن استراكشر هاخد انر اسف اكسترود انر. اضغط على اكسترود انر. طب انا دلوقتي عايز اعمل زوم ان، في نفس الوقت انا مش عايز اخسر زاويه الكاميرا دي. هقوم رايح لهنا واضغط اقول له كاميرا، وتبقى دي او يبقى ده المسقط بتاع الكاميرا. وعلشان غصب عني ما احركش الكاميرا تحريك خطا، هروح اعمل رايت كليك على الكاميرا سينما 4 دي تاجز واقول له بروتكشن. بروتكشن والله لو عملته ايه في الكاميرا ما هتتحرك. خلاص اقفل بقى مسقط الكاميرا والعب براحتي، ازوم بقى ما ازومش، اعمل اللي انا عايزه. خلاص لو انا عملت كده ارجع زي ما كنت تاني، تمام ماشي. اجي على السفير اقرب شويه، تمام. اضغط طبعا وانا معايا اداه الاكسترود او الاكسترود انر، اضغط واسحب. زي ما انتم شايفين مفيش حاجه بتتسحب. طب ليه مفيش حاجه بتتسحب؟ لو انا ضغطت على الاداه بتاعتي هنا هجيب البارامترز بتاعتها. خلاص اصلا هنا متعلم على حاجه اسمها بريزيرف جروبس، معنى كده انه بيعمل اكسترود او بيعمل تقسيم او بسق خلاص للكره دي كحته واحده. طب ما هي حته واحده، لا اشيل بريزيرف جروبس. طبعا اعمل كنترول بس زد، تمام. ارجع للسفير تاني وارجع للاداه بتاعتي تاني، خلاص. واضغط من غير بريزيرف جروبس، اضغط كده واعمل كده هلاقيها دخلت مني لجوه بالشكل ده، تمام. اضغط في تاني، استراكشر تاني، واخد اكسترود، المره دي مش اكسترود انر، واضغط اطلع لبره، تمام بالمنظر ده كده، تمام. اقرب شويه، اضغط في تاني، اكسترود انر مره تانيه، واعمل كده، ابص بس فوق عشان مفيش حاجه تطلع، واضغط في ستراكتشر اكسترود مره تانيه، واعمل اكسترود المره دي لجوه، تمام. اكسترود المره دي لجوه مش لبره بالشكل، ماشي. ممكن نيجي نعمل حاجه حلوه قوي. هاخد الاداه بتاع السليكشن تول، سليكشن خلاص، واعمل سيلكت على الفيسز اللي تحت. اعمل سيلكت على الفيسز اللي تحت، همسك كده واقوم عامل سيلكت على الفيسز اللي تحت بالشكل ده. طبعا هو عمل سيلكت على الفيسز اللي قدامي واللي ورا ولا له دعوه بيها. ليه؟ لان انا هنا معلم على اونلي سيلكت فيزيبل اليمنتس، معنى كده ان انا بقول له حدد لي الحاجات اللي قدامك بس، لكن اللي ورا مالكش دعوه بيه، تمام. انا هقول له لا انا عايز كله، هسلكت كده اهو، يبقى انا عملت سيلكت على الكل، تمام. عملت سيلكت على الكل بالشكل ده كده. هو انا هجرب اعمل في ستراكشر اكسترود، لا كنترول زد، لا خلونا زي ما احنا كده، حلو قوي عشان الدنيا ما تبص مننا اساسا. طيب كده احنا عملنا الاخ ده، لو رجعنا لمنفذ الكاميرا تاني هنلاقيها بالشكل ده كده، لو عملنا ريندر هنلاقيها بالزاويه دي كده.
طيب انا عايز بس الكاميرا بتاعتي. ثم احركها في الاتجاه ده شويه بس كده. لو انا جيت عملت كده هلاقيها واخده نفس الانجل بالظبط. طيب كده خلصنا من ظبطه الكاميرا وظبطه الجسم. عايز بقى ان انا ادي خامه للمجسم ده يحسسني ان هو في البيئه دي فعلا. تمام. طيب تعالوا نعمل حاجه حلوه قوي. هروح احط سكاي ده بس عشان الجلوبال الومينيشن. طبعا رايت كليك على طول سينما 4 دي تاجز كومبوزيتنج تاج وسين باي كاميرا. لا لان انا عايز اشوف الخلفيه مش عايز اشوف السكاي. اجي بعد كده دبل كليك واعمل خامه. اخد الكلر احط برضو على الكلر فرنيل واجي على الفرنيل اخليه مثلا يعني حاجه كده مثلا. واجي على ريفليكشن اعلم على ريفليكشن وعلى تيكتشر احط فرنيل. الميكس مود اخليه مالتي بلاي واقلل شويه في الريفليكشن عشان ما يبقاش ريفليكشن عالي قوي. تمام بالشكل ده. اجي على السكاي دي. قبل ما اجي على السكاي عايز اوريكم حاجه. انا هحط دي على السفير وتعالوا نجرب نعمل ريندر ونشوف. طبعا كده مش نافع. خلاص هروح على الجلوبال الومينيشن واخلي دي بس بلو واخلي دي بلو واخلي ده مثلا وليكن باتنين كفايه قوي. خلاص واخلي دي مثلا ب 150 واخليها كيو ام سي واجرب كده اعمل ريندر. ها بدأت تجيب صح؟ بدأت ايه؟ بدأت تجيب كأنها صح ولا لا؟ بس فعلا تمام. بدأت ايه؟ بدأت تجيب قصدي انها في الايه في المشهد بالظبط. طيب طبعا طبعا بس كده البتاعه دي باين كأن واحد يعني غسلها غسله محترمه نظيفه. انا مش عايزها نظيفه، انا عايزها مش حلوه. تمام وبلاش الكلمه اللي هتطلع دلوقتي، انا عايزها مش حلوه. خلاص هاجي اقفل دي واجي بعد كده عشان اظبطها بقى لازم احط جلوبال الومينيشن. جلوبال الومينيشن ده فايدته انه بيعمل الظلال بتدريج من الغامق قوي لغايه الفاتح. وعلى فكره لو زاد شويه ما بيعملش بقى ظل، لا ده بيعمل حرق على الخامه، يعني بيدي الخامه كواليتي عاليه جدا جدا ورياليتي عالي جدا. طيب ازاي نضيفه؟ هروح لهنا وبس كل اللي هعمله اروح لافكت اقول له امبيانت اكلوجن. امبيانت اكلوجن طبعا امبيانت اكلوجن اقدر ان انا اتحكم هنا هيبدا الظل من اسود وينتهي لمفيش. الماكسيم او المينيموم ريلينجز اللي هو المدى اللي الظل فيه اسود قوي، طبعا هنا من زيرو. انا ممكن اخليه 10 بحيث ياخد مساحه تحت الجسم شويه. الماكسيمم دي اكبر مساحه الظل هيبقى ظاهر فيها او الحرق للخامه هيبقى ظاهر فيها وبعدين بعد كده يتلاشى. طبعا هي هنا 100 كفايه قوي 100 سنتي لان انا عندي هنا المسافات ضيقه، هتلاقوا المسافات دي على فكره بقت سودة. فانا هخليها مش 100 اخليها ولتكن 50. الديسبرشن اللي هو التشتت، الاكيوراسي اللي هي الكفاءه، المينيمم سامبل اقل عدد من البيكسلز يقدر يحسب عليه، طبعا لو قللته هيبقى الكواليتي عالي قوي. الماكسيمم لو عليته
هيبقى الكواليتي برضو عالي. الكونتراست اللي هو التباين بين الحتت الغامقه قوي والحتت الفاتحه قوي، طبعا ممكن اخليها 25% بس عشان تديني ها شويه تباين. هوريكم الريندر وهوريكم الفرق بين الصورتين وفرق وقت الريندر برضو. وضح الفرق بين الصورة دي والصورة اللي فاتت. تمام كده؟ خلاص؟ لو أنا قارنت بين الصورة اللي فاتت دي، شفتوا عاملة إزاي؟ ماشي؟ والصورة دي فرق كبير بين الصورتين. انا هعمل زوم ل 100% عشان تشوفوا الفرق اكتر. خلاص دي اهي والتانية اهي. حد فيكم خد باله من الفروقات عاملة ازاي؟ اهي. طيب هنعمل تعديل بسيط، هروح للريفليكشن ازود الريفليكشن شوية واروح لده اخلي ده مش اسود قوي لان هو قافل الريفليكشن الى حد ما. خلاص وارجع عشان اوريكم حاجتين تانيين. هعمل ريندر وعايزكم تحسبوا وقت الريندر دلوقتي. لا استنوا الخطوه الجايه احسبوه. انا متهيألي هنحتاج ان احنا نزود المدى بتاع الامبنت اكلوجن لان هو واضح هنا ان هو بقى مش موجود، صح ولا انا بيتهيألي؟ لما زودنا الريفليكشن واضح ان المدى بتاعه نفسه ما عادش موجود. احنا عايزين نعمل حاجتين. انتوا شفتوا انا بتكلم عليه ده ولا ما انتوا شايفينه عشان اخش السينما؟ توضيح الامبنت اوكلوجن المره اللي فاتت كان ظاهر قوي عن المره دي. المره اللي فاتت كان ظاهر قوي عن المره دي لما احنا زودنا الريفليكشن. تمام الامبنت اوكلوجن اختفى شويه. يعني لو عملت كده فرق دي من دي الامبنت اوكلوجن اختفى حبه. تمام فانا هرجع للسينما مره تانية وارجع للريندر سيتنجز واجي في الامبنت اوكلوجن هزود الكونتراست شويه اخليها 35 وازود المدى ده اخليه وليكن 150 يعني عشان يبقى المدى عالي شويه. لو جيت انا عملت كده ريندر تمام هلاقيه بدأ يرجع يظهر تاني. او ان انا اعمل كده احسن واروح للريفليكشن دي اقلله حبة والامبنت اوكلوجن او الفرنيل متأسف اقفله شوية بالشكل ده كده. طيب انتوا لاحظتوا ان انا لما حطيت الامبنت اوكلوجن وقت الريندر زاد قوي. وقت الريندر زاد بطريقه مستفزه فعلا، صح ولا انا بتكلم يعني انا لو عملت
لو انا جيت عملت ريندر وقتها كام؟ دقيقة وتسع ثواني، وقتها دقيقة وتسع ثواني. طيب اختصرها ازاي؟ قبل ما اختصرها الاول، عايز اخليكوا دايما تطلعوا الحاجة من السينما واخدة الجو بتاع البيئة المحيطة بيها. هيوفر عليكم على فكرة بعد كده للناس اللي بتشتغل افتر، هيوفر كولر كوركشن رهيب، لانه هتطلع اصلا، هيطلع المجسم اساسا من 3D ملائم للبيئة اللي هو محطوط فيها. فانت لما تعمل كولر كوركشن مش هيبقى كتير قوي، تمام؟ طب ازاي؟ بمنتهى البساطة، انت دلوقتي حطت الخلفية المنظر ده، صح؟ خد نفس الخامة دي، نفس الخامة ده اهي، حطها على السكاي. ايه رأيكم في الفكرة دي بقى؟ نفس الخامة دي حطها على السكاي. يعني لو خدت الخامة دي مثلا هنسميها الباك جراوند، هنعمل كنترول ونسحب عشان نعمل دبلكيت، دي هنسميها مثلا السكاي ماتيريال. كل اللي هعمله اني دبل كليك، وبدل ما هي في الكلر هاخدها كليك يمين كوبي شانل واقفل الكلر واروح لللومينانس كليك يمين بيست، تمام؟ اقفل، خد بقى دي حطها على السكاي ده. تعالوا نشوف الريندر وهتلاقوا فعلا ان دي كانها فعلا جوه البيئه دي. لو انا جيت عملت ريندر كده، حد فيكم بقى خد باله المره دي بقت عامله ازاي؟ تمام، خدت الانعكاسات، تمام، فعلا بتاعه البيئه اللي حواليها وبنفس المناظر. يعني لو جينا بصينا قوي في الحته دي كده هنلاقي ده الانعكاسات بتاع السماء، الناحيه دي الانعكاسات الخضراء بتاعه الاشجار بعكس الثانيه. شايفين تانية هتعمل ازاي؟ تمام، الثانيه دي اظن انتوا شفتوها دلوقتي عامله ازاي. لو رجعت اللي انا لسه عاملها حالا، متهيألي فرق كبير قوي بين الاتنين، وما كانش فيكم حد ملاحظه، كان كله قايل ان دي كويسة، تمام؟ بس لما احنا عملنا دي الفرق بان قوي، اخدت لون السماء، اخدت بالظبط كده، عكست البيئة المحيطة بيها. اذا انت عملت 50 ايه 70% من الكلر كوركشن خلص، 70% من الكلر كوركشن خلص. وزي ما انتم شايفين الضلة على الارض اعتقد يعني كانها موجوده في المكان ده، كانها موجوده في المكان ده. طيب وقت الريندر دقيقه 36 ثانيه، وقت الريندر دقيقه و36 ثانيه. لو انا جيت قفلت دي بقى كده، عايز اقلل وقت الريندر ده. اولا وقت الريندر ده اللي مزوده الامبنت اكلوجن، تمام. طب انا عايز اظبط الموضوع ده، هنعمل ايه؟ انا هاجي على السفير، على الخامه، طبعا اتاكد ان انا على الموديل مود مش على الفيس مود، اضغط على الموديل مود علشان ابقى على الاوبجكت ككل، خلاص. واجي على ريندر، ومن ريندر شفتوا الاثنين بيك اهم، ادي بيك تكتشر، ودي اتكلمنا عليها من شويه، ان انا بعمل اكستراكت لتشانل من قناه. تشانل من قناه ايه؟ لتشانل من خامه، لقناه من خامه، زي ما عملنا ريفليكشن من شويه. المره دي انا هعمل بيك للاوبجكت، لان انا عايز افصل المره دي ريندر باس، يعني عايز افصل التشانل من ريندر مش من خامه. هعمل بيك اوبجكت، تمام، هعمل بيك اوبجكت. هنا بيقول لي انت عايز تفصل ايه بقى؟ عايز تفصل امبت اكلوجن ولا الالومينيشن ولا مش عارف ايه ولا ولا ولا. انا هقول له يا سيدي كل اللي انا عايزه افصل لي الامبت اكلوجن، طلعه لوحده، طلع الامبت اكلوجن
لوحده. برضو نعلي الكفاءة شوية، نخليها 1024 × 1024. خلاص الفورمات بتاعتي هخليها ولتكن مثلا جي بي جي. الاوبشنز اعليها لجودة عالية قوي واعمل اوكي. في حد بيكتب؟ طيب اكمل ولا في حد عنده حاجة؟ تمام. اجي بعد كده هاجي على هاجي على الفايل نيم، وطبعا هسيفه في اي مكان برضه انا عايزه. بعد كده هضغط على بيك، طبعا في الديبس 8 بيتس بير تشانل، اضغط على بيك. طبعا انا بفصل مين؟ بفصل امبت اوكلوجن. اضغط على بيك وشوفوا بقى اللي السينما هيعمله. حد فيكم فاكر وقت الريندر بتاع المره اللي فاتت كام؟ دقيقة 36 صح؟ تمام. اضغط على بيك، هنستنى بس شوية بقى لغاية ما يخلص. سجل لكم تمام، شايفين بيقطعها بيكسل حتة حتة. خلاص بس شوفوا بقى هيعمل ايه بعد ما يخلص. تمام. حد فيكم خد باله من اللي حصل؟ السينما عمل او خفى المجسم الاصلي، خفى المجسم الاصلي وحط مين؟ عمل كوبي وحط عليه خامة تانية خالص. انتوا عارفين هو كده عمل ايه؟ كده سيف دي، يعني سيف الامبنت اكلوجن كصوره، كصوره وحطها الخامه. انتوا عارفين معنى الكلام ده ايه؟ ان انا لو قفلت دي ورحت فتحت الخامه الجديده اللي هو لسه عاملها دبل كليك، هلاقيه حاطط لي الامبنت اكلوجن في الكلر وحاططها في الديفيوجن. تمام؟ هعلم بس على افكت ريفليكشن واروح اعمل ريفليكشن بس للخامه دي. تمام. واروح احط فيرنيل واخليه مالتي بلاي، كانك بتعمل كوبي بالظبط من الخامه بتاعك. تمام. وبس. واظبط السبيكولر، اخلي السبيكولر زي ما هو ماشي، وهنعمل ريندر. وهنعمل ريندر بس المرة دي بقى انا مش هحتاج الامبنت اكلوجن ده، مش هحتاج. ما انا خلاص، ما انا سيفت الامبنت اكلوجن ده زي صورة، وحطيت الصورة اللي انا سيفتها دي في القناة بتاعت الكلر والقناة بتاعت الديفيوز. يبقى انا كده مش محتاج ان انا ارندره كريندر باس. يبقى انا كده وفرت. الله ينور بالظبط، هيبقى موجود من خلال الخام. تمام. لو انا جيت بقى عملت ريندر، طب انا هقفل ورندر تاني لان كان في تعليقه كده، هقفل ورندر تاني. احنا قلنا دقيقه 36 ثانيه صح الفتره المره اللي فاتت. حد يبص كده المره دي كام؟ خمستاشر ثانيه.
15 ثانية من دقيقة و36 ثانية. متهيألي متهيألي الناس اللي اجازتها الى حد ما قليلة مالهمش حكة بعد النهاردة. تمام بالظبط، عندنا فرق 121 ثانية في فريم، في فريم يعني 12100 ثانية في 100 فريم. تمام يا جماعة ماشي. طبعا في حاجة، ان لو لقيت انت اللون قافل قوي كده، تروح للخامة دي نفسها ونروح للديفيوجن. خلاص نروح للديفيوجن ونقلل بس الايه الديفيوجن بعض الشيء. خلاص او نقلل التكتشر او الميكس سترينجز، نقلله بس شوية كده فيقوم يفتح الخامة سنة، عشان بس ما هو قفل الريفليكشن خالص. لو انا جيت عملت كده ماشي، هلاقيها رجعت لي زي الاول تاني ماشي. في بس حاجة بسيطة جدا جدا جدا، في بس حاجة بسيطة جدا جدا جدا، ان انا عايز الشادو يكون او ما اهملش السيرفر فصل، ان انا عايز الشادو يكون بس موجود، ما يبقاش يعني هو راح شوية. عشان ارجعه تاني بمنتهى البساطة، كل اللي هروح اعمله اروح احط لايت، مصدر اضاءة اي ضوء. تمام، واخد اللايت ده وليكن كده مثلا، واخلي الشادو بتاعه اريا. تمام، اخلي الشادو بتاعه اريا بحيث يبقى الظل بتاعه قريب من الجسم يبقى مظلم قوي، وكل ما بيبعد عن الجسم بيبدا يتلاشى. لو انا جيت عملت ريندر هلاقي الظل تاني رجع، هو واضح قوي ان هنا اهوت رجع زي ما كان مرة تانية. تمام، بكده بقى نكون قبل ما نقفل، قبل ما نختم هقول لكم دلوقتي احنا استخدمنا صورة واثنين وثلاثة في البروجكت ده. عشان تيجي تسيب البروجكت بتاعك بطريقة سليمة بكل الخامات بتاعتك، تعمل الاول كنترول اس سيفه الاول مرة، وليكن مثلا هنسمي ده اي او. وبعد ما تعمل كنترول اس تروح لفايل وتقول له سيف بروجكت. لما بتعمل سيف بروجكت سينما 4 دي بيقول لك انت عايز تسيبه في اي حته، او تعمل فولدر اسمه ايه. هقول له اعمل لي فولدر اسمه اي او. خلاص، لو انت جيت عملت سيف بقى، سينما 4 دي بيلم كل الصور من الاماكن بتاعتها، وزي ما انت شايف عمل فولدر اسمه اي او. طبعا ده كده ملوش لازمه بقى خالص، ولا الصور دي كلها ليها لازمه نهائي. لو فتحت الفولدر ده هتلاقيه عامل لك ادي ملف المشروع، وادي فولدر لو فتحته هتلاقي كل التكتشرز اللي انت استخدمتها. طبعا تقدر تاخد الفولدر ده على اي فلاشه وتكمل شغل البروجكت بتاعك بدون ما تفقد الخامات اللي انت عملتها. طبعا انا هفتح البروجكت بتاع اتش دي ار اي مره ثانيه واقول له سيف بروجكت واسميه اتش دي ار اي، واعمل سيف. وبالشكل ده بقى لو انا قفلت حتى سينما 4 دي وجيت على كل الصور اللي بره دي ومسحتها بالبروجكت ده بالصوره دي بدي بكل حاجه، وجيت عملت شيفت ديليت،
وفتحت اتش دي ار اي هلاقي ادي المشروع، والاقي ادي خامه الاتش دي ار اي اللي انا عملتها واشتغلت بيها.